السلام عليكم، زيكم؟ كل بترتر طبعا، في بلينج 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 في اي مكان. المهم ما علينا، برضو المهم الليلة حتكلم عن موضوع كريمات الفرد. بما انه الدنيا عيد وكل واحدة فينا اول حاجة بتجي في بالها قبل العيد حتعمل شنو لشعرها، فبما اني خبرة دي خطو خطين تحت خبرة، جربت اي نوع كريم فرد ممكن يخطر على راسك. ايوه، اي نوع كريم، اي جهاز كده ممكن تسمع بيه للشعر، انا جربته في شعري. فالليلة حتكلم عن كريمات الشعر، البروتين، البيوتين، الماتريكس، الكيراتين، الكريمات الفرد العادية اللي هم ناس جست فور مي، واللي هم ناس الاولف اويل، واللي طالع بزيت الارجان الجديد حاليا. بيقول لك اسال مجرب وما تسال طبيب. فكرت في الفيديو ليه، لانه دي يعني كل مره بيجي في بالي افرد ولا ما افرد، اعمل الحاجه دي ثاني ولا ما اعملها، استمر على المنتج ده ولا ما استمر على المنتج. فقررت اني اشارك تجربتي مع الناس اللي هم مهتمين بالموضوع ده، حابين يعرفوا يعملوا شنو شعرهم قبل العيد. الانواع كثيره شديد، وصعب اني اتكلم في فيديو واحد عنهم كلهم، لكن في حاجه مهمه انا عايزه اتكلم عنها. ايا كان نوع الفرد اللي انت عايز تعمليه وشنو، اهم حاجه انك تكوني عارفه نوع شعرك، المساميه بتاعت شعرك شنو. يعني في مساميه منخفضه، في مساميه متوسطه، في مساميه. خلونا نتفق انه احنا ما حنلقى مجموعه من البنات حيتفقوا على انه الحاجات دي كلها كويسه او كلها ضاره. في ناس حتقول لك نفعت معي، وفي ناس حتقول لك ما نفعت معي. طبعا ده كله بيفرق حسب طريقه الاستخدام، بيفرق حسب المنتج، نوع المنتج اللي انت بتستخدميه، والفترة الزمنية، والمتابعة لما بعد الفرد. انا عموما يعني لو بقول اني انا بفرد قبل 15 سنة يعني يكون شوية، انا تحديدا التاريخ 200 انا ما متذكرة، لكن بدأت بالكريمات العادية. الحاجة الوحيدة اللي كانت هاي بتقطع شعري كده سببتي كانت قوية بتستحمل الفرد، لكن كمان اكتر حاجة كانت بتضرني مع الفرد الصبغة، خصوصا لو كانت الصبغة قبل الفرد. أيا كل الأنواع دي تمام، لو فكرتي تصبغي شعرك قبلها وجيتي، لأنه خصوصا الصبغة اللي هي بيكون مسحوب فيها لون الشعر المستخدمين فيها. قبل حوالي 12 سنة كان عندي عرس بتاع واحدة من أهلي، وقبل العرس يوم الحنة كان لون شعري أصفر، يوم العرس كان يوم شعري أشقر عنابي، اي لون يخطر ببالي عملته. شعري نشف شديد، فما استحملت شعري بعد العرس باسبوع وجيت عملت الصبغه. اثناء ما انا بعمل في الفرد الشعره بتطلع من يعني من بدايه المنبع بتاع الشعر ما كان فيه هو البليتشينج، فمن مكان الصبغه تحديدا انا كنت بمسك الشعره في ايدي وبيقع معي في الحمام. طبعا اللي انا عملته ان انا حلقت الشعر كامل وبديت اغذي فيه من اول وجديد عشان يطلع شعر جديد. طبعا الجديد برضو صبغته فردته. فخلونا نتفق، صبغة وفرد ما بيجوا مع بعض، او تستخدمي نوع صبغة معينة ممكن تستخدميها مع الفرد فاللي حصل انه انا حلقته وبديت اخذ فيتامينز، بديت اعمل ماسكات وخلطات طبيعيه لشعري مع زيوت طبيعيه، بعمل ماسك مرتين في الاسبوع عشان شعري يرجع طول. رجع شعري طال وبقى غزير واحسن السبيبه من اول، ورجعت نفسي نوع السبيبه قوي وخشن. فانا لاني ما كنت مستحمله الشعره فردته مره ثانيه. اللي انا لاحظته البروتين والماتريكس والبوتوكس والحاجات دي، لو بديتي تفردي حتفقدي الكيرل بتاع الشعر. يعني بعد فتره لو زمان بتخشي الحمام وشعرك بيبقى كيرلي بعد الحمام، حاليا لا. فاما انك تقنعي من موضوع الكيرلي ده نهائي وتتوجهي لموضوع الفرد، او انك تركزي مع موضوع الكيرلي وتبدي تغذي شعرك على انه كيرلي. لكن الاثنين مع بعض ما بيجوا. يعني ما تقولي انا اوكي بس يبقى كيرلي حبه او يبقى فرد نص نص، ما في. عملتي واحد من الفرد اللي قلتهم ديل السبيبه حتبقى، لانه اصلا
الحليبة بيكون فيها المركبات بتاعتها اللي هي بتكون فيها كيرلي، فالفرد بفكك المركبات دي لما انت تيجي تفرق، خصوصا اللي هم بيستخدموا فيهم السيراميك على اساس يشدوا الشعرة، فالشعرة الثانية ما بترجع كيرلي. اللي بيكون قايم جديد لما بعد ما يبدأ بتلاحظي انه القديم موجود فيه الفريد، لكن الجديد عشان كده بنقول اعادة للجذور، وبنبدأ نفرد ثاني بعد 6 شهور وبعد 4 شهور وبعد 5 شهور حسب شعرك بطول فيه كم. لكن القديم مستحيل مستحيل تلقي واحدة تقول لك انا اوكي فردته بس شعري رجع كيرلي، اللهم انك تكوني قصيت الشعر وبدا يقوم من اول جديد. البروتين والكيراتين والماتريكس الحاجات دي بتنفع مع الزيوت، ما بينفع معها مسبح، ما بينفع معها انك تطلعي من الحمام وتستشور الشعر باستشوار حار او مكوى حاره، هتخربي شعرك حرفيا، هتخربي شعرك. فالفكره بتكون في شنو؟ عنايتك بال الشعرك لو بيستحمل حاولي تشوفي حاجة خفيفة، يعني اي كريم فرد فيه الريجولر فيه السوبر، تمام؟ حسب شعرك المدة الزمنية المفروض يقعد فيها الفرد. طبعا الكريمات الفردة العادية اللي هم الارجان الاوليف اويل ده بنصح بيه في السوق، في حاجة ثانية قوية شديد ومضرة شديد وفي ناس تعملها، يعني اللي هو بتاع زيت الارجان وبتاع زيت الزيتون ده، الاثنين دل اللي هم اقل ضررا، ما في واحد في قلتهم ذي ما فيه ضرر، زي ما قلنا بيختلف الموضوع حسب عنايتك بالشعر. كمان نفس الشيء بالنسبه للبروتين والبيوتين والبوتوكس، ذي ما بينفع معاهم مسبح، لازم تكوني مغطيه شعرك في المسبح، لازم تكوني مغطيه شعرك في المسبح، وما بينفع معاهم زيوت، الزيوت بتكسر الشعره. ممكن تعملي ماسكات والحاجه دي مهمه شديد شديد، سواء ماسكات طبيعيه او الماسكات اللي هم الاسمنتين او الحاجات اللي في السوق. لو واحده شعرها ناعم شديد ما مضطره تجيب سوبر، ممكن تاخذ الريجولر وتفرد شعرها. اما لو واحده شعرها درجه خشونته بتفرق، فالمده اللي حيقعد فيها الفرد في الشعر اكثر، ونفس الشيء الفرد اللي هي ممكن تستخدمه يكون اقوى. وضربه السيراميك نفسها مفروض تكون يعني حارة شديد، اللي هم بيستخدموا فيه الفرد ده السيراميك اللي هو أعلى حرارة اللي هو 450 فهرنهايت بيكون. نفس الشيء زي ما قلت هعيد تاني، إنه المسبح الموية بتاعت المسبح ما بتنفع نهائياً مع الشعر، المفروض إنك يعني تعرقي في مسامات الشعر ما بينفع. السيراميك الكثير للشعر الحرارة بعد ما الشعر يتفرد ما بينفع، تكتفي بالاستشوار إنك تنشي فيه، تمام؟ والبلسم لازم تطلع بعد الحمام تسوي فيه ماسك او بلسم وتنفشيه وهو فيه الماسك، يعني تسلك الشعر وفيه الماسك. لو انت خليت الشعر ينشف هو على حاله هتلاحظ انه الشعر. طيب بالنسبة للبيوتين البروتين والماتريكس والبوتوكس، البوتوكس ده هو كلهم في واحد اقل ضرر. يعني انا اكتر حاجة عجبتني في السوق حاليا وعملتها في الصالون وعملتها كتير كانت البوتوكس، حلو شديد للشعر، تمام؟ وما حقول لكم ما مضر، لكن اقل ضرر من كل اللي قلتهم. حتى للاطفال ممكن يعملوه، للحوامل ممكن يعملوه، يعني الاطفال ممكن يعملوه، بس بتبقى عنايتك فيه بعد، لازم تحميهم من الزيوت، تحميهم من موت المسبح زي ما قلنا، وبرضو ما تعرقي فيه والحراره العاليه. حتهتمي به حتلقي انه شعرك ضرر واخف، وانت عندك حاجه انت راضيه بها، يعني على الاقل ما حتكون التساقط اللي هو حاجة الهائلة، يعني اللي هي ما محتملة وانت حاسة انك بتضر في شعرك. بالنسبة للفيتامينات والماسكات ما تحاولوا توقفوا الحاجة دي نهائيا. والأهم من ده كله، المنتج لما تمشي تعمليه لازم تتأكد ان المنتج أصلي، وتتأكد من مادة الفورمالين الموجودة في المنتج. طبعا لو كريمات الفرد العادية موجودة في أي صيدلية في أي جمعية في أي سوبر ماركت كبير بتلقي الكريم وانت بتعمليه لنفسك، بس انتبهي للمدة. إذا مكتوب نص ساعة وشعرك متوسط ما تزيد من النص ساعة، إذا مكتوب للشعر القوي 40 دقيقة ما تزيد من 40 دقيقة. بالنسبة للكريمات الثانية اللي هي ما بنعملها برانا، طبعا بنعملها في صالون، انتبهي الصالون اللي انت ماشاه انتبهي من نوع المنتج، لازم تقري عنه. يعني ما ينفع تمشي وهي تقول لك والله اوكي المنتج ده كده او ماركته كده، لازم تتاكدي من بلد الصنع، من كميه الفورمالين اللي موجوده، حتى ريحه المنتج بتفرق. في منتجات حاليا خفيفه في السوق وريحتها يعني ظاهره اذا الحاجه دي فيها فورمالين ولا لا، الفورمالين ما بخليك تقعدي في المكان، بيكون ريحته والدخان طالع والخنقه بتكون حاجه قويه شديد، فلازم تتاكدي من الحاجه اللي انت حتحطيها على شعرك. عشان كده من اول قلت لكم ما حتى الجزول يقول لكم نهائي افردوا او نهائي ما تفردوا، الحاجه اللي انتم مرتاحين عايزين تعملوها اعملوها، بس اعملوها بالطريقه الصح. فاذا انت كنت ناويه تفردي
تمام، اختار الحاجة الصح اللي بتناسب مع شعرك، ونتبع العناية، الشامبو، الوقت اللي بيقعد فيه المنتج في شعرك، المكان اللي حتعملي فيه، والخبير اللي حتعمل لك. بالنسبة للكريمات العادية نفس الشيء، وإذا برضو ما كنتي حتفردي أخذي منتجات بتناسب التجعيدة بتاعة شعرك. ف يعني ما ينفع نقول والله شعرنا تساقط حنبدل المنتج، يعني ما ينفع تفردي بالعادي وتمشي تعملي بروتين، ما ينفع تعملي بروتين وبعده تفردي بالعادي. دخلتي على حاجة أثبتي عليها على الأقل، إلا لو ضرتك شديد وخلاص عرفتي إن الحاجة دي ما بتنفع معك ما تنفع معك. لكن ما ينفع إنك تبدلي بين الكيماويات، لأنه ده كيماوي وده كيماوي حيبوظ شعرك. والماسكات يا جماعة، حنزل فيديو بعد فترة عن الماسك اللي أنا بستعمله حاليا لشعري، عشان الترطيب بتاعه، عشان إنه هو يطول ولا لا. وأنا بقص كتير، يعني أنا كل ما بلقى الشعر اتضرر بقص تحت، لأنه أنا بستشول كتير، فأطراف الشعر عندي قاعد تكون ناشفة. فعشان كده قلت لكم شوفوا المنتجات اللي بتنفع مع شعركم. يعني ما بينفع تخشي تسألي عن كريم فرد وانتي اوريدي عامله كريم فرد غيره من نوع مختلف. يعني كريمات الفرد العاديه مختلفه، وكريمات الفرد الجيل الجديد مختلف. ما ينفع تدخليهم الاثنين في بعض في مده بسيطه. اقلها لو عامله الفرد العادي مفروض مده ما تقل عن 8 شهور عشان تمشي تعمل الفرد الجديد اللي هو ناس البروتين والبيوتين والجماعه دي. فما ينفع واحده تكون عامله ارغان او اوليف اويل وتمشي تعمل النوع الثاني، حتاخذ شعرها في يدها. فإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ما تنسوا تكتبوا لي في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عن شنو، ادوني افكار لحلقات جديده. وكمان اذا عندكم اي كومنت على الفيديو ده برضو اكتبوا لي تحت. اوكي، شكرا، مع السلامه.